صباح الخير عليكم. النهارده بنقدم ال 5 مليم 73 وال 10 مليم 73. العملات دي مطلوب منها الومنيوم، وال 5 مليم الومنيوم وصل بيبدا من 1000 جنيه، ممكن يوصل ل 10000 جنيه اللي هو 73 الالومنيوم اللي ظهره الاسقر ده. مهم جدا برضه، انا قلت اديكم فكره. واحنا بنقدم النحاس لان الالومنيوم حاجه مش متوفر، موجود عندي ال 72، 73 مش موجود. هو 72 متوفر مع ناس كتير، بس ال 73 الشحيح اللي مش متوفر ال 73. لو برضو موجود مع حد، لو عايز يعرضه يعرضه او يبعت لي صورته وانا اشوف له مشتري، لان في ناس كتير جدا بتدور عليه. انا قلت اوريكم ال 5 مليم وال 10 مليم، السعر بتاعها ما بين 300 ما بين 400 جنيه سعرها، اللي هي الصقر. ال 5 مليم وال 10 مليم الصقر هي سعرها كده ما بين 300 ما بين 400 جنيه بحسب حاله. طبعا العمله، عمله لو حالتها جيده ممكن يبقى توصل معاك لاكتر من 300 400. والمطلوب منها الالومنيوم ممكن نتكلموا في 1000 جنيه، ممكن يتكلموا في 5000 جنيه ثمن عمله الالومنيوم ال 5 مليم الشحيحه. قلت اوريكم برضو العمله دي مهمه جدا وكويسه وشغاله. انا موجود عندي منها حوالي بتاع 100 قطعه اللي هي النحاس. صباح الفل عليكم.